السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في فيديو جديد من سلسلة فيديو فولار حياتي للمبتدئات. الوغ كيفما قلت لكم بالنسبة للبنات اللي كيعرفوا فقط العمود ونصف العمود وبغاو يبداو المشروع ديالهم ديال زيف حياتي، الوغ هنايا واحد المجموعة ديال الفولارات اللي غادي نخدم معاكم تحت طلب مجموعة ديال الأخوات. الوغ الفولارات اللي ممكن تخدموهم بلا تعقيدات ويجيوكم ساهلين وتطلعوهم في أسرع وقت. الوغ هاد الفولار هذا الوغ بديت ديجا حبكتو، الوغ كندير نصف عمود سلسلة، نصف عمود سلسلة، نصف عمود، الوغ كلو غادا نحبكو على هاد الشكل. الوغ كيفما كنقول لكم دائما عندي هنايا الخيط ديال الصوف ديال العبر مع القصبة ديال الصم أولا ديال الصقلي ولاو كيفاش كيسميه. الو غادي نكمل الفولار ديالي كامل بهاد الحبكه، نصف عمود سلسله، نصف عمود سلسله. الو البنات ساليت السطر الاول، بالنسبه للسطر الثاني لاحظوا معايا اش كندير. واش كندير؟ كندير جوج سلاسل، كنخلي الفراغ الاول الفراغ الثاني، كنمشي للفراغ الثالث، كندير عمود جوج سلاسل في نفس البلاصة، ندير عمود، ندير ثاني جوج سلاسل، نخلي الفراغ الأول الفراغ الثاني، نمشي للفراغ الثالث، ندير عمود جوج سلاسل في نفس البلاصة عمود. ألوغ كندير غرزة الفي من جوج أعمدة بيناتهم جوج تاع سلاسل، جوج تاع السلاسل، الفراغ الأول الفراغ الثاني، نمشي للفراغ الثالث، كندير عمود جوج سلاسل في نفس المكان، ندير عمود جوج سلاسل، فراغ الاول الثاني، نمشي للفراغ الثالث، ندير عمود جوج سلاسل في نفس الفراغ، كندير عمود الثاني. الوغ هادي كيف ما كنسميوها غرزة الفي. الوغ غتجي كلها على هاد الشكل. الوغ نزيد معاكم واحد جوج وحدين. الوغ فراغ الاول الثاني الفراغ الثالث، كندير عمود جوج سلاسل في نفس المكان، عمود جوج سلاسل، جوج فراغات، الفراغ الثالث كندير فيه جوج تاع الاعمده بيناتهم جوج تاع السلاسل، العمود الاول العمود الثاني. الوغ غادي نكمل السطر الثاني كله على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. والبنات الوغ كيف ما كتشوفوا هذه هي الرشيمه، قربها لكم باش تشوفوها، كتجي زوينه مختلفه على داكشي اللي كاين دابا في السوق. الوغ انا فكرت انني ندير لكم رشيمات جداد باش تجددوا في المشاريع ديالكم. الوغ دائما كما قلت لكم بالنسبه للاخوات المبتدئات، الوغ هاد ليفي اللي خدمت كنجي دابا كنعمرهم. الوغ كندير العمود الاول، العمود الثاني، جوج سلاسل في نفس الفي، كندير ثاني جوج تاع الاعمده، العمود الاول عمود الثاني، كنجي لهاد جوج سلاسل كندير غرزة حشو، كنمشي ثاني للفي كنعمرها، كندير جوج أعمدة، جوج سلاسل في نفس المكان، نعاود ندير ثاني جوج أعمدة، العمود الأول العمود الثاني، كنجي لهاد جوج سلاسل كندير حشو. الوغ كنكمل على هاد الشكل. الوغ فضلت أنني نخدم معاكم هاد الجهة اللي قريبة للقنت باش تعرفوا القنت كيفاش كنخدموه، حيت إلا زيرنا فيه الخدمة كيجينا شوية مشنق، ما غاديش تجينا الخدمة مطلوقة ومساوية. ألوغ كيفما كتشوفوا أنا قربت نوصل هنايا للقنت، كل في كنخدم فيها جوج أعمدة، جوج سلاسل، جوج أعمدة، والفراغ اللي كاين بيناتهم تاع جوج سلاسل كندير فيه غرزة حشو. الوغ تاني هنا نفس الشيء، عمود الأول، الثاني، جوج سلاسل، نفس المكان، عمود الأول، الثاني. الوغ لاحظوا هنا أصلا في هذا القنت هذا فاش درت ان لي في الاولين هنايا في هاد القنت كنت كنخلي جوج فراغات، فاش كنوصل لهنا كنخلي فقط
كنخلي فقط فراغ واحد، ما كنخليش جوج تاع الفراغات كيف ما كتشوفوا. لو لاحظوا هنا مخليه الفراغ الاول الثاني، هنايا فاش كنت كنخدم في لي في خليت فقط فراغ واحد باش كتجيني الخدمه مرخوفه. الوغ كندير ثاني الغرزه ديالي العمود الاول العمود الثاني جوج سلاسل في نفس المكان، العمود الاول العمود الثاني كندير سلسله، كنجي لهنا كندير حشو كنعاود ندير سلسله وكنجي للفي مواليه كندير فيها نفس العمليه. الو جوج اعمده جوج سلاسل جوج اعمده العمود الاول العمود الثاني. الو كنمشي لهذا الفراغ كندير فيه حشو صافي، وكنعاود نولي نكمل الخدمه ديالي عادي. كل غرزه الفي كندير فيها جوج اعمده جوج سلاسل جوج اعمده باش نوريكم هذيك الدوره كيفاش كتجي على هذيك السلسله اللي كنزيد، كتخلي لي الخدمه مرخوفه ومزيانه. الو نفس الشيء جوج اعمده العمود الاول هاد الثاني جوج سلاسل العمود الاول العمود الثاني نجيو لهنا وندير الحشو. الو شوفوا باش تعرفوا هاد القنت هذا كيفاش كيجي مفهوم شفتوا. الو هنا فين غادي ندير الشويشه ديالي والبنات. الو كيف ما كتشوفوا هكا كيجي الفولار الشويشه على هاد الشكل. دابا غادي نوريكم كيفاش كنخدموا الشوشه. الو بداو على بركه الله. الو غيكون عندي الخيط مع الصقلي وغيكون عندي العقيق. اش كندير؟ كناخذ الخيط هكا مع الصقلي كندويه على يدي، انا كنبغي الشوشه على هذا الشكل. الو على حسب اش بغات الزبونه، الا بغاتها رقيقه غديريها ليها رقيقه، بغاتها غليظه غديريها غليظه. هذه كندير فيها انا 30 لويه. الو كنجي على الراحه ديال يدي على هذا الشكل كنلوي 30 مره. الو واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه 8 26 27 28 29 30. كنجي كناخذ المقص صافي وكنقطعها على هذا الشكل، كنحيد هذه الجبدها من يدي ونحطها. كنكون موجده ديجا خويطات تقريبا ديال واحد 30 سنتيم. كنجي كنشدها من هنا من الوسط شوشه سهله. الوغ كنعقد على هذا الشكل كنحاول نجيبها في الوسط باش يجوني الخيوط مقادين. الو كندير العقده الاولى طيب، نزيد واحد العقيده واحده اخرى بهذا الشكل صافي. نشدها ناخذ خيط واحد اخر نشدو هكا ونجي ندور هنا. نحاول دائما نخدم بنفس الشكل بنفس العدد. مثلا انا هنا كندير كندور هذا الخيط 10 ديال المرات. الله وحده جوج ثلاثه اربعه ونزير خمسه سته كملت 10 ديال الدورات. كنشد الخيط على هذا الشكل كندير ثاني واحد جوج عقيدات يكونوا صحاح على هذا الشكل. العقده الاولى العقدة الثانية صافي. كناخد المقص كنجي كنحل هادي لهاد الشكل، نحل هاد الخيوط ونقادها لهاد الشكل وكتكون الشوشة ديالي ها هي واجدة. هادي العقدة الأولى اللي كنت دايرة باش شديت تصنع الخيط نحيدها ثانية. ألوغ وها الشوشة ديالي واجدة. أش كندير دابا؟ كناخد دوجور الكروشي كنجي كنخشي فيه رقيقة على هذا الشكل. كنجي كنشد هاد الخيط لما منحتاجش نزير راسي ثاني بالبرا كنخشيه على هذا الشكل. ها هي الرقيقة ديالي الاولى خشيتها، كنعاود نجيب الرقيقة الثانية كنخشيها كنعاود نجي كنشد ثاني الخيط كنخشيها على هذا الشكل نجبد الخيط وكتكون الشوشة ديالي
ها هي كيف ما كتشوفوا واجده. كناخذ الفولار كنحاول ناخذو على الوجه، كنجي هاد القنيتات اللي قلت لكم هما فين غادا نركب الشويشات، كنجي لهنا لهاد القنت هذا، كناخذ الشوشه كنخشيها على هاد الشكل، نعاود نثبتها بواحد الغرزه واحده اخرى، كنعاود نجي لهنا ونخدم واحد غرزه تاع الحشو او لا جوج، فهم كنجر الخيط على هاد الشكل. الا بغيت نفينيه مزيان راه كنجي ثاني كنعاود نخشي الكروشي من هنا ونعاود نجبد معاه هاد الخيط هذا، كنعاود نجبدو كامل من هنا، مفهوم؟ نقدر نجبد جوج بجوج، دابا نخرجو ليا جوج، نعاود نجبد جوج تانيين، مفهوم؟ ونجبدو تاني من هاد العقيقة حتى هي، باش تكون عندي الفينيسيون مزيانة ونقص عليا الخدمة ديال البرا، مفهوم؟ صافي، نقدر نجي لهنا، صافي نعقدو، بغيت نعقدو، ما بغيتش نعقدو، كنجي لهنا وكنقطعو. وكتكون الشويشه ديالي ها هي كيف ما كتشوفوا واجده. الوغ ها هو الفولار كيف ما كتشوفوا، ها هو كمل، ها هي الغرزه الجديده. وفرجه ممتعه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.